بكره تمام. ماشي، ممكن ممكن نزود بس على الانترو، يعني الباك جراوند زائد ليه حابب ان انت مثلا تتعلم ماشين ليرنينج؟ هل في تجارب قبل كده مثلا؟ قدمت في الاي تي اي من بعد التخرج على طول في 2012. كان التراك ساعتها بيزنس انتليجنس تمام، تمام. وبعد كده تطور الاسم بتاع التراك لداتا ساينس. بعد كده لما سمعت حبيت ابحث عن الداتا ساينس، لقيت ان السورس بتاعتها قليله وكده، فدخلت بعد كده في البيج اللي هي بتاعت الداتا ساينس بالعربي. واللي عرفته بعد كده من حضراتكم ان هو مجال في الفترة اللي جاية ان شاء الله هيبقى مطلوب في السوق وكده، واغلب الناس مركز عليه واغلب الشركات مركزة عليه. وانا كده كده في البداية كنت حابب المجال الداتا مايننج يعني، بس انا ما تعمقتش فيها قوي يعني، كان معرفة سطحية يعني وكده. حبيت ان انا اشوف المجال بتاع الداتا ساينس، ونزلت في البدايه، دخلت على موقع كورسيرا، نزلت اول كورس فيها بخصوص الداتا ساينس اللي هو بتاع الداتا ساينتست تول بوكس. جميل، تمام، شكرا ذاتس طبعا اول. ليك. تمام، يوسف. تمام، أهلا بك يا يوسف. لا مفيش مشكلة خالص. طيب ممكن تقول لنا الباك جراوند بتاعتك في الماشين ليرنينج داتا ساينس؟ هو يوسف يا جماعة بيكتب على الشات عشان خاطر ما عندوش مايك. أنا مش سامع يوسف. هو ما عندوش مايك. أوكي. بقول لك الباك جراوند بتاعتك، ليه عايز تتعلم ماشين ليرنينج؟ هل مثلا عندك خبرة قبل كده في الموضوع؟ طيب سمير، شكرا يا يوسف. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. وأنا سمير محمد في كمبيوتر ساينس في جامعة القاهرة، حسابات ومعلومات يعني، سنة تالتة إن شاء الله. تمام. لسه يعني دخلت قبل كده كورس ماشين ليرنينج على كورسيرا بتاع أندرو داون يعني، وكان في قبل كده هو يعني واحد من فيسبوك جه كلمنا عامة عن الكمبيوتر، عن الداتا ساينس وكده، هو يعني اللي هم دول التراك المستقبل يعني وكده. فكنت ما عنديش اي خبره الصراحه، فقلت عايز اعرف اي خبره يعني انا وكده. جميل، شكرا يا سمير، أهلا بك. بعد كده أعتقد مرة أيوة، علي الصوت شوية مرة. انا بس المايك عندي مش كويس قوي يعني. تمام. هو انا في تانية يعني اغلب البراندز اللي عندي لا الصوت مش واضح يا ماركو، معلش ممكن تعيد تاني؟ ماركو معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هو تقريبا ماركو مننا أحمد.
أحمد، هو الصوت مش واضح، حد عنده صوت أحمد واضح؟ مشكلة ما فيش صوت. أحمد مين؟ أنا ولا مين؟ أحمد، لا مش أحمد عصام، أحمد التاني، أنا معرفش اسمه. طيب أحمد عصام، طيب اوكي، انا كمبيوتر ساينس سنه رابعه جامعه اسيوط. انا كنت انترستد بالمجال بتاع البيج داتا عامه، وخاصه الداتا ساينس كان حاجه من حاجات التوبكس انا شفتها ريليتد للبيج داتا وكده. ما عنديش يمكن خلفيه كبيره عن الموضوع، جاست بدات اشتغل حاجات ريليتد بالاناليسز الفتره اللي فاتت. كان حاجات بالار لانجويج، خدت كذا كورس على كورسيرا في الار لانجويج. والفتره اللي فاتت برضه بدات استخدم البايثون، ان انا ازاي اعمل داتا اناليسيس بالبايثون. خلصته بس كله ريليتد لسه في الداتا اناليسيس، مش اكتر من كده. تمام، اهلا بيك احمد. في السنه الرابعه. السنه الرابعه. اهلا بيك. طيب ماركو معانا تاني ولا؟ ممكن تكتب يا ماركو لو الو، ايوه كده. مش عارف، بس هو البنت بتاع الشغل هنا قليل شوية، فيمكن صوتي مش واضح. الو، ماركو تمام سمعنا؟ طيب معلش يا جماعه، اهلا بيك يا احمد. اول حاجه معلش، هو اسلام حصل عنده مشكله، هو جاي على طول دلوقتي حاجه. ماركو انت سامعنا دلوقتي او ممكن تكتب؟ اوكي اسلام. الو تمام يا اسلام، سامعينك دلوقتي. واحمد وماركو كتبوا على اليمين، الميكروفون عندهم بس في مشكلة، فاحمد وماركو كتبوا على اليمين. طيب
طب ممكن أعمل شيء تاني لأن الشات من عندي، أنا شفت ماركو شفت الواتساب. طيب جميل، شكرا يا احمد وشكرا يا محمد. خلينا نبدا بالفكره. هو النهارده مينلي هيبقى امبوردنج، يعني مش هناخد فيه اي حاجه تكتب. احنا هنتكلم عن الفكره بتاعتنا واحنا عايزين نعمل ايه بالظبط وهنعمله ازاي وايه التولز اللي احنا بنستخدمها والسيستم بالظبط، تمام، ونتفق مع بعض على طريق الشغل وكده عشان كل واحد يوصل لهدفه، سواء ان هو حابب المجال وعايز يتعمق فيه او عايز ان هو يبدا مش عارف الطريق ازاي ان هو ياخد المجال ده كارير باس يعني بالنسبه له، خصوصا الموضوع لسه جديد في مصر ولسه في شورتج كبير جدا في العالم كله وفي مصر بالذات، يعني الناس عايزه كتير ريسورسز. تمام، فمبدئيا احنا هنبدا ان شاء الله ان احنا الفكره داتا ساينس انقربت جت ازاي؟ جت ان احنا عندنا في شورتج كبير ما بين الريسورسز والريكويرمنت بتاع السوق في الجزء بتاع المشين ليرنينج والداتا ساينس، مينلي سواء اناليتكس ستاتس ماث على حسب الاتجاه بتاع الشغل نفسه. فاحنا فكرنا في ايه؟ فكرنا ان احنا نعمل ربط كده ما بين الحاجات اللي بتدرس بره موكس نادي على يوديسيتي وكورسيرا ويوديمي والناس دي والستودنتس او الناس اللي حابه ان هي تشتغل في المجال ده، تمام؟ فالفكره كالاتي، ان احنا دلوقتي هيبقى في الماتيريال، هي احنا مش هندي ماتيريال عمرنا احسن من الناس اللي هي مخترعه الحاجات دي او اللي هي في المين ستريم يونيفرسز في العالم كله زي اندرو ان جي والناس بتوع جوجل والناس بتوع فيسبوك والناس دي كلها. فاحنا هيبقى في كورس، هنبدا ان شاء الله بالكورس بتاع انترو تو ماشين ليرنينج على يوديستي، انا بعت لكم اللينك بتاعه، وبنبدا نشوف الفيديوز. حضراتكم بتشوفوا الفيديوز اللي موجوده في الويكس، تمام، بنتفق على كميه معينه ان احنا نذاكرها في الويك الفلاني، وبعد كده بنبدا يبقى في احنا بيبقى دورنا منتور شيب اكتر، ان احنا دلوقتي بنتقابل كل اسبوع على المواعيد اللي احنا بنتفق عليها ونبدا نشوف كل واحد واقف معاه ايه، ولو في حته مثلا معظم الناس مش فاهمها بنبدا نشرحها باسلوب ابسط او بطريقه بالعربي ان هي تسهل الموضوع او قريبه شويه للثقافه بتاعتنا وهكذا، تمام. فدي الفكره بشكل مبسط. هيبقى عندنا شويه تولز كده بنستخدمها زي سلاك، حسن بعت لكم على سلاك انفيتيشن. سلاك ده كوميونيكيشن تولز، الناس معظم الناس بقت تستخدمها. اللي Thank you.
تمام يا اسلام، تمام سامعني؟ تمام كده. تمام طيب وانا وصلت لحد فين اللي وصل؟ ان في رابط على اللي فيه الكورسس الفيديوهات، وهنلتقي كل اسبوع. طيب تمام كويس. وفي حد جوين معانا حساب؟ الصوت كده واضح صح؟ تمام انا سامعك تمام. تمام فبس في حاجه اسمها سلاك، انتوا سمعتوا سلاك؟ جزء بتاع سلاك اصلا معاك؟ سامعك سلاك اللينك. بعت انفيتيشن للناس سلاك، انا حطيت اللينك بتاعه على الشات. طيب تمام جميل. سلاك ده تول هنقدر نكوميونيكيت عليها. تمام في شانل اسمها ديت ساينس عربي، او ان عربي حسن هيبعته بالظبط. هو المفروض بعت لكم انفيتيشن. ايوه بالظبط كده زي اللي يوسف بعته ده. ان شاء الله هيكون الكوميونيكيشن شانل بتاعتنا. في خلال الاسبوع انت ممكن تقدر تاكسسني من خلال سلاك. جروبس العامة يعني. تمام فدوت هيكون كوميونيكيشن تول كويس ان شاء الله ان احنا نتواصل عليها في خلال الاسبوع. هيبقى في حاجه كمان اللي هي الكابستون بروجكت لكل كورس. تمام ده هيبقى بروجكت ملوش علاقه خالص بالكورس، يعني مش موجود على يوديستي او كورسيرا او كده. والبروجكت ده هيبقى عباره عن بابليك داتا سيت، واحنا بنطبق فيه اللي احنا اتعلمناه. فهيكون ان شاء الله في جيت ريبو وانتم هتضيفوا عليه، وهيبقى فيه داتا سيت وفي الاساينمنتس، وتبدا ان انت تشتغل عليها بعد ما تتعلم السيري برايد التكنيك الفلاني. تقدر ان انت تطبق عليه وتعمل فيه بروجكت، وهيكون فيه ان شاء الله لو محتاج مساعده او اي حاجه في الامبلمنتيشن هنكون مع بعض، سواء من خلال سلاك او من خلال الميتنج بتاع كل اسبوع. تمام حسن الصوت كده واضح؟ تمام واضح. طيب جميل. فبس فدي الفكره بتلخيص كبير، يعني احنا المفروض نعمل ايه وهنعمله ازاي. انا بس عايز اسال، هل الناس هنا اشتغلت قبل كده بسورس كنترول زي جيت مثلا او اس بي ان او كده؟ ممكن مثلا نكتب على الشات مثلا هل
الو ايوه اسلام تمام سامعك تمام طيب تمام معلش انا اسف ان انا طلعت انا دخلت 3G دلوقتي النت فيه مشكله هحاول اتاكد ان المشكله دي مش هتحصل تاني ان شاء الله طيب جميل في حد ما يعرفش جيت او اس في ان او سورس كنترول عامه انا مين نبيل نبيل طيب جميل دلوقتي يا نبيل احنا لو هنقول كده حاجة بسيطة جدا ممكن ما يكونش انا احسن حد يشرح النقطة دي بس هحاول اقول اللي انا فاهمه يعني ولو في حد عنده اضافة ممكن يقولها يعني يا ريت. دلوقتي احنا لو حابين ان احنا نعمل بروجكت معين صح؟ انت بتقوم عامل ايه؟ بتقوم كاتب الكود بتاعه وخلاص سلمته والدنيا تمام. طيب دلوقتي لو انت شغال مع واحد صح تعمل ايه؟ هتتفقوا دلوقتي ان انت خد مثلا الحته بتاع الحته الفلانيه اليو اي مثلا وهو هياخد وانت هتاخد الباك اند والداتابيز ومش عارف ايه وتبدا ان انتوا تقعدوا انا كتبت الكود بتاعي وانت كتبت الكود بتاعك يلا انتجريت سوا جميل تمام طيب سي بقى ان في اكتر من كده عايزين يشتغل في الموضوع فانت هيبقى عندك مشاكل كتير جدا جدا تمام طيب ده الكلام ده لو انت ايه لو انت الكود ينفع يتفصل اصلا طب سيب ان انتوا بتاديتوا في نفس الكومبوننت او في نفس الكلاس او في نفس الفايل هتبقى هاسل كبيره قوي تمام فاختاروا حاجه اسمها سورس كنترول علشان خاطر يبقى في مكان واحد كده في السورس كود وينظم عمليه الادنج والريموفنج للسورس جوه الريبو دي او جوه الكود بيز دي تمام في مبادئ في حاجات كتير بقى تولز كتير للموضوع ده ابتدت من زمان خالص لحد ما وصلت دلوقتي للجيت جيت دلوقتي بقى دي فاكتو للموضوع يعني تمام فجيت ده حاجه عامه عباره عن تول معينه كده تمام ليها امبلمنتيشنز كتير زي جيت هاب وجيت باكت وجيت لابس والحاجات دي كلها عن طريقه معينه وتكنيكس معينه ان انت تقدر تشير بيها وتكنترول بالظبط هو في سمير بعت كورس لي وانا هبعت لكم برده لينك بس هي الفكره ان انت تشير الكود بتاعك مع حد وبشكل كولابوريتيف ان انتوا تكتبوا الكود مع بعض من غير ما يحصل مشكله تمام فده كورس كويس انا عارف الكورس ده في برضه هبعت لكم لينك تاني لجيت يعني ممكن نتكلم انا وانت يا نبيل بعدين عن موضوع جيت وازاي ان انت تاكسس جيت وكده يعني بس دي الفكره العامه بتاعتي حد تاني ما يعرفش ايه السورس كنترول طيب كل الناس فاميليار بجيت حد مثلا بيستخدم اس في ان بس ما بيستخدمش جيت طيب جميل جميل جدا طيب ان شاء الله هبعت لكم انفيتيشنز على جيت لابس جيت لابس هو بيسبورت ان احنا نعمل بروجكتس برايفت يعني تمام هو زي جيت هاب بالظبط قريب قوي من جيت هاب تمام هعمل لكم انفيتيشنز عليه وهيبقى فيه ريبوز بالداتا سيتس بالانستراكشنز بتاع الكود اللي احنا المفروض نعمله تمام هو معانا حسام بس انا حسام دخل ممكن بس تعرفنا على نفسك يا حسام وتقول لنا على الباك جراوند بتاعك حسام حسام سمعنا ايوه حسام تقريبا طيب جميل بس مين اللي ده الاستراكشر بتاع الدنيا سلاك هنبعت لكم الانفيتيشن جيت لابس هبعت لكم الانفيتيشنز برضه تمام نيجي بقى للكورس نفسه اتقسمته وهنشتغل فيه ازاي
أنا حالا هبعت لكم على يوديسكي. ده الكورس، ده اللينك بتاع الكورس ده عبارة عن 15 ليسون أو موديول. تمام، هنبدأ إن شاء الله ناخد 3 ليسونز في الويك، بالويك نقسمهم بطريقة معينة. يعني ممكن يبقى في ويكس فيها 4 ليسونز، ممكن في ويكس فيها 2 بس. هبعت لكم التقسيمة بالظبط يعني، بس ان شاء الله هيبقى هو مدته 5 اسابيع، زائد في اسبوع كمان للبروجكتس. تمام، معلش، هو الكورس ده الكورس ده في جيت ولا الكورس ده في الماشين ليرنينج؟ معلش، لا الماشين ليرنينج ده الكورس اللي احنا هنشتغل ان شاء الله، ده في الماشين ليرنينج. ده الماشين ليرنينج، ده انترو تو ماشين ليرنينج، ده اللي عامله جوجل، الناس من جوجل يعني. ده من احسن الكورس اللي ممكن تبدا بيه. الناس اللي بدات باندرو ان جي مثلا ممكن تكون اتعقدت شويه، بس ده اسهل كتير جدا. هو مش لامي بقى كل حاجه، بس هيبقى بدايه كويسه جدا ان انت تبدا بيه يعني ان شاء الله. ما بين كل اسبوع والتاني ممكن نعمل بروجكت كده، بروجكت صغير بيطبق على التكنيك اللي موجود، يعني زي اكسرسايز كده على التكنيكس نفسها. تمام، حد عنده مشكله مع يوديستي مثلا او حاجه في اللوجيستكس دي؟ حسن اعتقد ان انت شيرد السكرين او حاجه كده، خلي بالك. هو ده صفحة الكورس زي ما حسب مورولنا كده، فده إن شاء الله اللي هنبدأ بيه. جميل، في حد عنده مشكلة خلاص؟ طيب جميل، طيب هنفترض إن مفيش حد عنده مشكلة. طيب بالنسبة بقى للمواعيد، محتاجين نظبط المواعيد بتاع كل أسبوع. وإن شاء الله حسن أنا مش هناخد حد تاني معانا غير اللي حضر يعني النهاردة إن شاء الله. تمام، كده هيبقى أفضل إن إحنا نتابع أكتر ونركز على الجزء العملي للناس علشان نعلي المستوى. خلاص تمام، أوكي تمام، لا خلاص. ويا ريت بس لو تكوميونيكيت مع حسام يعرف لو هيجوين معانا، لان انا مش متاكد هو سامعنا ولا لا. حسام، هو حسام كتب انه عنده يعني بيست تكنولوج عن الجيت، بس هكلم مع حسام لو سمعنا دلوقتي وهشوف هو هيكمل معانا ازاي. طيب جميل جدا، انا محتاج اعرف بس من حضراتكم المواعيد المناسبه بتاع الميتنج الاسبوعي. تمام، اعتقد ان احنا ممكن نبعت لكم مثلا زي فورم كده نختار عليها او المواعيد يعني. تمام كده حسن ولا؟ تمام، مفيش مشاكل، خلاص هبعت لحضراتكم فورم بعد ما نخلص على طول دلوقتي في الاسبوع الجاي الوقت المناسب ليكم، وهيظهر بعدها بالظبط بيومين يعني ان شاء الله الوقت المناسب حالا قبل ما نخلص على طول. طيب جميل جدا، ده بس ده كل الكلام بتاع النهارده بتاع اللوجيستكس والفكره واحنا ممكن. طيب تمام. طب يا اسلام، هو ممكن ال 20 اللي دخلوا
يعني ممكن حد عنده مشكلة أو حاجة، الـ20 اللي سجلوا معانا بس هم اللي يدخلوا ولا طيب هناك؟ ماشي مفيش مشكلة، بس أنا محتاج إن الناس، إحنا هنضغط الدنيا، ما ياخد 3 ليسنز في الأسبوع هيبقى الموضوع ضغط، وبالذات الناس لسه بتبتدي، مفيش باك جراوند قوية عن الموضوع، فأنا محتاج كوميتمنت من الناس بس. ف ماشي مفيش مشكلة، ممكن نبدأ بالـ20 واحد، يعني الناس اللي ما حضرتش النهاردة، بس هيبقى في زي evaluation كده من الناس، او rules كده، الناس اللي مش هتحضر عدد من مرات معين مش هينفع ان هي تكمل معانا، علشان بس نضمن ان الكواليتي بتاعت الكورس تبقى كويسة جدا. تمام، تمام كده طبعا لو في ظروف قهرية دي حاجة اكيد يعني هنتفهمها. تمام، محتاج بس افهم منكم الاكسبكتيشنز بتاع كل واحد، هو متوقع يعمل ايه او يلاقي ايه في اخر الكورس إيه. الو حد سمعني كده؟ أنا سامعك تمام. طيب تمام، فأنا كنت بقول نبيل لسه داخل معانا برضه، أنا مع حضرتك. تمام، محتاجين نظبط الـ expectations بتاعتنا عن الكورس، جميل؟ فأنا هقول لكم خلاص يعني ملخص كده، الكورس ده هيدينا إيه؟ وإحنا نقدر نعمل إيه بيه؟ تمام؟ عشان نظبط الـ expectations مع بعض، تمام؟ الكورس دوت هيدينا انترودكشن قوية جدا في المشين ليرنينج، هيدخل في كذا تكنيك، في تكنيكس منها سوبرفايزد تكنيكس ان سوبرفايزد، نعرف يعني ايه الكلام ده كله، وهيدخل كمان في حاجة اسمها فيتشر انجينيرينج، تمام، وهيدخل في حاجة اسمها دايمنشن ريدكشن. دي 3 أو 4 مجالات قوية جدا وأساسية جدا في الماشين ليرنينج. جميل، هيبدأ يعرفنا بيزك نولج كده بالحاجات دي يعني. تمام، طيب جميل، الكورس ده مش هيديك كل حاجة في الماشين ليرنينج، مش هتبقى بعدها الرجل التنين يعني في الماشين ليرنينج، بس هتبقى بعدها بتعرف تعمل ماشين ليرنينج بروجرام او ابلكيشن بالتكنيكس اللي انت اخدتهم، وبتعرف تعمل بيست براكتسز بحيث ان ما يحصلش معاك المشاكل اللي ممكن اي حد مش فاهم وبيطبق وخلاص ان هي تحصل معاه زي الاوفر فيتنج مثلا. تمام، وهتبدا ان انت تتعلم طرق عامه للتفكير في اي مشكله ماشين ليرنينج تنفعك بعد كده، زي ان انت تقسم الداتا بتاعتك، ازاي ان انت الداتا دي تجهزها ان هي تبقى جاهزه تشتغل عليها وتطبق عليها اللي انت بتعلمه. تمام، انا ممكن اقول لكم دلوقتي على مقدمه كده الدنيا ماشيه ازاي كماشين ليرنينج عامه يعني، والكونسبت بتاعها. تمام، وبعد كده هنبدأ بالكورس على طول، والكورس شرح وافي جدا، مش محتاج ان انت تدور وراه ان شاء الله يعني. تمام، فالفكره في الماشين ليرنينج ببساطه كبيره جدا، ان انت في مجموعه داتا معينه عندك في دومين معين، وانت حابب ان انت تخلي الابلكيشن بتاعك يتعلم من الداتا دي. تمام، طيب هيتعلم ايه من الداتا دي؟ فلازم يكون في زي باترنز كده او حد بيعلمه، يعني زي البيبي الصغير كده، فيا اما حد بيعلمه، حد بيقول له الصح والغلط، ده الصح وده الغلط، يا اما ان هو بيشوف حاجه معينه ويتعلم من نفسه. جميل، يعني مثلا في طفل صغير، فانت بتقول له لا كده صح لا كده غلط، يا اما هو مثلا اتلسع مثلا من نار معينه، او وقع مثلا
يجري من على السلم، ففكر ان هو بيطير، فجاي يطير قام وقع، فلما اتعور وحصل له بين ما بقاش يعمل كده تاني. جميل. وهكذا عمل حاجة كويسة في الفصل، فالناس سقفت له وأصحابه والمدرسة ادت له مثلا جايزة أو حاجة زي كده، فهيبدأ يعمل كده تاني. جميل. هي الفكرة في كده، فكرة إن أنت يا إما بتعلمه حاجة معينة، وده حاجة اسمها supervised learning، أو إن أنت ما بتعلموش حاجة معينة، هو بيتعلم لوحده من باترن معينة حصلت له، في حاجة في الداتا معينة بتقول إن دوت الكاتيجوري الفلانية أو دوت صح ودوت غلط، فيبدأ إن هو يتعلم القصة دي، وده unsupervised learning. تمام؟ فده بشكل مبسط الفكرة وراء المشين ليرنينج. طيب الداتا بقى عشان تكون جاهزة بيحصل عليها ايه؟ بيحصل عليها شوية بروسيسنج. اولا لازم اكلين الداتا دي، تمام؟ ثانيا لازم ان انا اقسمها بطريقة معينة، تمام؟ علشان خاطر اضمن ان ما يحصلش مشاكل هنعرفها قدامي، تمام؟ زي الاوفر فيتنج وهكذا. طيب يبقى في جزء عن طريقة التعليم اللي انا هعلم بيها الماشين دي، وفي جزء تاني عن الداتا نفسها وازاي هتعامل معها. جميل كده. طيب هو احمد عنده سؤال. احمد عصام، ممكن بص يا جماعة اللي عايز يسأل حاجة يسألها على طول، يعني ممكن يقطعني ويسأل. اتفضل يا احمد. انا بس كان عندي سؤال. هي كده تختلف ايه بالضبط عن الاي اي؟ يعني بشكل عام الاي اي بيتكلم بنفس الكونسبت كده. طيب ميلي هو حسن جاب لنا الانتربرايز اوي اللي هو ممكن تشيره معانا يا حسن. اللي هو بتاع كوره الايه؟ في حد شير لينك دلوقتي بتاع الـ differences ما بين الـ machine learning والـ AI؟ الـ AI أنا حاطه على الـ على الـ screen لو شايفه. أيوة هو اللينك ده، اللينك ده يا ريت تدخل عليه يا أحمد. تمام اللينك ده كويس جدا في الموضوع ده. الموضوع كبير يعني، بس خليني اقول لك الفكره ورا الاي اي. الاي اي اصلا دي تعريفات كتير جدا، تمام؟ فانت لو جيت اعتقد ان انتوا درستوا الاي اي احمد عصام في رابعه صح؟ اعتقد ان المنهج اخدته الكتاب اللي هو بتاع الاي اي اللي فيه الاي ستار والسيرش والحاجات دي صح؟ اخدت حتى لو اخدت في الاول خالص في الاي اي التعريف بتاعه ان في محاور كتير للاي اي صح؟ ان انت ازاي تعرف الصح، او ان انت ازاي تعرف تميمك البيهيفير بتاع اليوزر صح كده؟ فهي حته فلسفيه شويه، تمام؟ يعني ايه؟ يعني في ناس بتعتبر ان الاي اي هو ازاي ان انا اعمل الصح، سواء الصح ده الانسان هيعمله او مش هيعمله. جميل. في ناس ثانيه لا تقول لك لا انا عايز اعمل زي ما الانسان هيعمل، فازاي ان البيهيفير بتاع الانسان دوت هيتعمل وانا اعمل زيه بالظبط. تمام. ففي محاور كتير فلسفيه في الاي اي. خليني اقول لك الماشين ليرنينج ممكن تستخدمها عشان تعمل اي اي ابلكيشن،
بس في حاجه، الماشين ليرنينج انت عايز تطلع باترنز من الداتا، تمام، علشان خاطر ان انت تحل مشكله معينه. فانت بتشوف الموديل بتاع الداتا ده، الداتا دي بتموديل ايه، وعلشان تطلع تحل مشكله معينه. تمام، جميل. بمعنى الـ AI ممكن يموديل طريقه التفكير بتاعه الانسان، تمام، فيعمل ريزونينج. تمام، الصوت واضح ولا مش واضح؟ تمام. هاي تمام، اوكي. طيب تمام، جميل. فانا دلوقتي في عندي زي مثلا عايز اعمل بريدكتيف اناليتكس على البورصه مثلا، او سعر الجنيه وطالع ومش عارف ايه، وانا عايز ابريدكته كمان من سنه مثلا، او سهم معين في البورصه. فانا ببدا اعمل ايه؟ ببدأ اعمل اشوف الداتا والباترنز اللي موجوده في الداتا، الهيستوريكال داتا اللي عندي، تمام، وابدأ اعمل ابلكيشن ان هو يتعلم ايه العلاقه ما بين المتغيرات المختلفه في المشكله والمتغير اللي انا عايزه. يعني مثلا ايه العلاقه ما بين سعر الدولار مثلا والجنيه مثلا، او ايه العلاقه ما بين زي مثلا الارباح اللي الشركه بتعملها وسعر السهم في السوق. جميل، فده ميلي باترن موجوده في الداتا، هيستوريكال داتا، وبتبدا ان انت تشتغل عليها عشان خاطر تبريدكت حاجه معينه. لكن ده ملوش علاقه خالص ان في طريقه التفكير او الريزنينج. فاحنا لو واخدينه من منطلق او مبدا ان انا بعمل ريزنينج على الموضوع، لا ده ملوش علاقه بالريزنينج، ده حاجه مختلفه هنا. تمام، طيب انا بقى لو بستخدم الماشين ليرنينج دي علشان خاطر اعمل موديل زي ليتس سي، في حد يعرف مثلا، خلينا نقول كويتشن انسرنج سيستم مثلا، تمام. فانا دلوقتي بعمل بستخدم ماشين ليرنينج تكنيكس عشان اعمل انفرنس انجن كبير يفهم اي حاجه انا بجاوب بساله عليها، تمام. انا بسال مثلا عن اي حاجه في الدنيا هو يقدر يجاوب في دومين معين. انا بساله مثلا مين اللي فاز في ماتش الاهلي والزمالك، جميل، فيبدا يقول لي، يبدا يديتكت ان الاهلي ده انتيتي معين والزمالك ده انتيتي معين، ويعرف فاز دي ان دي ده فريق كوره وده فريق كوره، ويبدا ان هو يحلل الموضوع ده ويفهم ان فاز دي ريليشن ما بين اثنين فرقتين، وان هما لعبوا مباراه قريب، وطالما انا بسال مين فاز يبقى اقرب حاجه، اقرب ماتش ما بينهم، ويبدا يجيب لي النتيجه بتاعتها، فده فهم. تمام، ممكن استخدم جوه ماشين ليرنينج تكنيكس ان انا مثلا اعمل نيمد انتيتي ريكوجنيشن، ان انا اعرف ان الاهلي ده فريق كوره، تمام، ان انا اجيب الريليشن شيب ما بين الاهلي والزمالك، تمام. لكن السيستم كول او كسيستم كبير هو اي اي سيستم، تمام، لانه بيعمل ريزونينج، بيدخل له شويه معلومات بيعمل ريزونينج عليها ويطلع نتائج معينه، تمام. الناس بقى بتعمل ايه؟ في تيورينج تيست، اللي بيقول لك ان انت لو في ابلكيشن بتاعك امتى يكون اي اي ابلكيشن، يعني ان لو في حد بتساله هيومن ايجنت وفي ابلكيشن، في واحد قاعد على الناحيه الثانيه بيحط الاسئله دي، واللي قاعد على الناحيه الثانيه ده ما قدرش يفرق ما بين الرد ده يقول مين الماشين ومين الانسان، فالابلكيشن بتاعك بيباس التيورينج تيست، تمام؟ واضح كده يا احمد؟
الو اي تمام معك. تمام. فاللي عايز اقوله ان الماشين ليرنينج جزء صغير ممكن يتاخد ان هو تشتغل فيه يعني عشان تعمل اي اي ابلكيشن، بس الاي اي نظره عامه كبيره جدا، نظره عامه عن الماشين ليرنينج. دي يا اسلام لعبه بتستخدم ماشين ليرنينج، ناس تبقى ممكن تبقى عارفاها، بتقعد تساله بيستخدم ماشين ليرنينج اسمه ديسيشن تري، بتقعد تساله اسئله كده لغايه لما يوصل للشخصيه اللي انت عايزها في 6 اسئله، فهو بيقعد يحصر الشخصيه واحده واحده. اللعبه دي مشهوره قوي والناس يعني بيبقى عندها فكره كتير بتحب تلعب اللعبه دي على طول، شخصيات كرتونية أو أي شخص بيقعد يحصرها على شكل ال decision tree، الشجرة الكبيرة، ويقعد واحدة واحدة يقلل الشخصية بتاعتك. ده برضو machine learning محترم. تمام جميل. فبس مش عارف أنا جاوبت على سؤالك ولا لأ يا أحمد، بس هو ده يعني فكر دايما في الـ AI إن هو حاجة عام وحاجة أكبر، وبيدخل فيه حاجات كتير قوي زي الريزنينج، زي ان انت ازاي هتريبريزنت النولج بتاعتك، ازاي ان انت مثلا هتعمل ريزنينج ما بين الانتيتيز او الرولز المختلفه دي. لكن الماشين ليرنينج هو فيه داتا سيت انت بتبدا تتعلم من الباترنز الموجوده او الهيستوريكال داتا سيت دي علشان تحل مشكله معينه. ممكن تستخدم بقى الماشين ليرنينج ضمن حاجات كتير علشان تحل مشكله اي اي ابلكيشن، او تعمل اي اي ابلكيشن اللي هو بيعدي تيورينج تيست. تمام. طبعا بقى تلاقي فيه حاجات فلسفيه كتير في الاي اي نفسه، ايه مفهوم الاي اي زي ما احنا اتفقنا وزي ما موجود في الكتاب اللي انتوا درستوه. تمام. بس طب ممكن اسال سؤال؟ بالنسبه للماشين ليرنينج، انا كنت اتعلمت قبل كده او درست عن الاكسبرت سيستم، هل هي بتختلف اختلاف كلي عن الاكسبرت سيستم؟ يعني ان انا اجيب خبره معينه اروح مديها للكمبيوتر واخلي الكمبيوتر بعد كده يعمل. هو نبيل وقع مننا، هنستنى على ما يجي تاني. طيب حد تاني عنده سؤال تاني؟ معلش انا متاسف، كل شويه في مشكله بتحصل. ما فيش مشكله. فهل هي بتختلف كل الاختلاف عن الاكسبرت سيستم، ولا هم برضو بيعتبروا نفس ال يعني ذا سيم سكوب يعني؟ او طيب جميل. بص، هو ميل الاكسبرت سيستم في تكنيكس كتير تحت الاكسبرت سيستم. زي ما انت قلت، الفكره في الاكسبرت سيستم ان انت في نولج او في اكسبرتيز معينه انت بتبدا تحطهم، مثلا زي لو احنا نقول رول بيزد مثلا اكسبرت سيستم، فتبدا تحط الحاجات دي في رولز علشان خاطر ان هو تاخد خبره الانسان. فلو في حد مثلا بقى له 30 40 سنه في خبره في شركه كبيره، عارف اعطال مثلا شركه مثلا مصنع سيارات، فيبدا ان هو يحط لو حصل كذا يبقى فيه كذا از رول بيزد يعني. تمام. علشان خاطر تبدا تعمل اكسبرت سيستم يجاوب على الاسئله دي. تمام. الماشين ليرنينج نظره عامه، يعني انت ممكن تعمل رول بيزد سيستمز جوه الماشين ليرنينج. يعني الماشين ليرنينج فيها قسم او جزء كده اسمه رول بيزد سيستمز. تمام. ان هو بيتعلم حاجه معينه عن طريق الرولز، بس في حاجات تانية كتير أعم من كده، زي مثلا ممكن تعمل نيورال نتورك معين، ممكن تعمل مثلا تستخدم ألجوريزمز تانية زي مثلا اس بي ام، ممكن تستخدم مثلا حاجة لوجيستيك ريجريشنز، ممكن تستخدم ستاتستيكال ابروتشز مثلا زي نايف بايز مثلا. جميل. فالفكرة ان السوبرت سيستم ده جزء موجود. تمام. بس الماشين ليرنينج أعم من كده بكتير، على حسب التكنيك او الاريا اللي انت هتستخدمها. تمام. تمام. طيب يوسف، ايه الفرق ما بين
جميل. طيب يوسف بيقول لنا ايه الفرق ما بين الماشين ليرنينج والديتا مايننج؟ جميل جميل. هما بص الحاجات الاسئله دي كلها يا جماعه حاجات عامه قوي، وفي انترسكشنز كتير ما بين الارياز دي كلها، تمام؟ بس خلينا نقول ان تاني الديتا مايننج انت ممكن ان انت عايز تطلع انسايتس معينه من الديتا، فانا ممكن دلوقتي اعمل ديتا مايننج على السوشيال نتورك مثلا، تمام، علشان اطلع مين الكوميونيتيز اللي موجوده في الجراف ده. جميل كده. الماشين ليرنينج فيها تكنيكس بتعمل كده، يعني اكشوالي الماشين ليرنينج فيها تكنيكس للسوشيال نتورك اناليسيس، فيها تكنيكس مثلا للكلاسترنج على الجرافز، تمام. لكن هي برضو اعم من كده، فيها تكنيكس ثانيه تشتغل مع الان ال بي، تمام. فاحنا الان ال بي ده اللي هو الناتشرال لانجويج بروسيسنج، تمام، ازاي ان انا ما اقول لك كلام معين الماشين تفهمه، او ازاي ان انت تعمل مثلا تايبو فيكسنج مثلا، تمام. ممكن تستخدم ماشين ليرنينج جوه الاي ار او انفورميشن ريتريفنج، تمام، زي سيرش انجنز مثلا. ممكن تستخدم ماشين ليرنينج جوه ريكومندر سيستم. فاحنا بنقول لو بنقول ان الداتا مايننج ده الابلكيشن اللي احنا هنطبق فيه تكنيكس زي الماشين ليرنينج علشان نطلع او نماين الداتا اللي موجوده عندي ونطلع منها انسايتس مفيده تفيد البيزنس بتاعنا. جميل كده؟ وصلت كده يا نبيل؟ تمام. حلو. طيب هو سمير بيقول لنا ان 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 هو كان عمل سيرش قبل كده على احسن كورس وكان اندرو جيم، واندرو كورس جامد جدا، وده اللي انا اتعلمت بيه عن نفسي يعني شخصيا يعني، بس كحد لسه بيبدا من الصفر ومفيش اي باك جراوند هتلاقيه صعب شويه. الكورس ده ظريف جدا، انا اخدته انا على نفسي درسته يعني. الكورس ده ظريف جدا، هو بيشرح حاجات بسيطه ومش حاجات كتير قوي، وبعد كده ممكن تاخد الكورس بتاع اندرو انجين، فده هيبقى انترو كويسه جدا، وتبدا ان انت مش حاسس ان انت تايه، فاهم؟ لان اندرو جي وانا خدته كمان من ايام ستانفورد مش من ايام كورسيرا، واعتقد ان كورسيرا سهله شويه او قصره شويه، لكن اخدته من ايام ما كان بيتعمل على ستانفورد في 2008 2009 تقريبا. وكان في عربيات اللي هي بتمشي لوحدها وقصص كده، فحد كان شافه يعني. فهو كان تقيل جدا بالنسبه لحد لسه بيبدا يعني. تمام. جميل. في احد عنده اي اسئله ثانيه؟ طيب جميل. في الاسبوع الثالث فيه بس لسه ما كانش فيه صعوبه. جميل. ممكن يكون بتاع كورسيرا اقل صعوبه شويه، بس هو كام اسبوع يا سمير على كورسيرا؟ جميل. طب خليني معلش بعد اذنك ابص كده اشوف هو شال كتير ولا لا. لا هو اول ثلاث اسابيع فعلا ما فهمش، هو كله انترو، تمام، هو بيتكلم عن ده اللينك انا هبعته لك. اول ثلاث اسابيع بيتكلم عن مواضيع عامه يعني انترو لينير الجبرا وريجريشن لوجيستيك ريجريشن، تمام.
بعد كده بيدخل في حته كبيره بالك كبير كده جدا اسمه نيورال نتورك. تمام. يعني ده ممكن يتعمل منه كورسز. تمام. بعد كده بيبدا يتكلم عن جزء مهم بتاع الايفالويشن والحاجات دي. تمام. بعد كده بيبدا يتكلم عن اس بي ام وده هناخده في الكورس عندنا. بعد كده بيتكلم بقى عن الكلاسترنج وريكومندر سيستم. ريكومندر سيستم ده مثلا حاجه ممكن تاخد فيها كورسز مثلا. كولابريتيف فلترنج ده ممكن تاخد فيه كورس كامل. في كورس على كورسيرا ريكومندر سيستم. تمام. بعد كده بيبدا يتكلم في اللارج سكيل ماشين ليرنينج. ده حاجه ثانيه خالص. اللارج سكيل ده ان انت تشغل السيستم بتاعك اللي هو بيجيب نتائج على داتا سيت صغيره تشغله بقى في داتا سيت كبيره جدا. تمام. يعني مثلا زي هنشغل حاجه في جوجل مثلا او تشتغل على الداتا سيت بتاع جوجل او فيسبوك مثلا جراف. تمام. بعد كده بيدخل في مجال تاني خالص الاو سي ار وفوتوز وايمج وهكذا. تمام. فهو الفكره في ايه؟ الفكره ان هو المواضيع كبيره قوي وممكن تبقى صعبه. الهدف من اختيارنا الكورس ده بالذات انه كان ده اسرع حاجه تخليك تشتغل وتحس بقيمه الحاجه اللي انت بتتعلمها. تطلع نتيجه في ايدك كده، يعني بعد اول اسبوع وتاني اسبوع تلاقي انت بتحل مشاكل بالماشين ليرنينج في مثلا بكتب فايلين ثلاثة كود وتلاقي في مشكلة كبيرة جدا لقيتها اتحلت انت ما كنتش عمرك تتخيل وما توري حد ايه ده يفتح بقه. فاهم؟ ان انت ده بص انا بريدكت ايه وبالنتائج كويسة جدا. تمام؟ فهو ده الهدف. ليه فكرنا في كده؟ علشان خاطر ان يكون في باشن دايما للليرنينج ان انت تخش المجال. داتا ساينس هو كلمة هايب كبيرة قوي مش متعرفة. في أقسام كتير في الموضوع، في مجالات كتير، في ناس بس بتشتغل بسبريد شيتس وإكسل وبتتكلم إن هي في الداتا ساينس شغالة، في ناس بتشتغل ماشين ليرنينج وهارد كور ديب نيورال نتورك مثلا وتقول إن هو ده التعريف بتاع الداتا ساينس. في ناس بتشتغل في البريدكتيف اناليتكس او في الناحيه بتاعت الستاتس او الستاتستكس وتقول ان هو ده داتا ساينس وهكذا. في ناس بتشتغل في البي اي وبتقول لا ده هو ده قريب من الداتا ساينس. فالمجالات كتيره قوي صح؟ فالحاجات اللي انت محتاج تتعلمها علشان تعرف جزء من الدومينز الكتيره دي قوي حاجات كتيره وبتاخد وقت كتير ومجهود كبير جدا. فعلشان تمنتين الباشون بتاعك وان انت تعرف تتعلم الحاجات دي لازم تقسم الاوبجكتيف بتاعك لجولز صغيره. وده اللي احنا بنراعيه في البروجرام بتاعنا، يعني ان انت طول ما انت بتطبق حاجه وبتطلع حاجه بايدك هتبدا حابب ان انت تتعلم الحاجه اللي بعدها وهكذا. تمام. في ناس ممكن تكتفي بجزء معين عشان تشتغل بيه وخلاص، هي مش عايزه تكمل في الحاجات الستيت اوف ذا ارت وهكذا. براحتها، هي هتاخد الجزء اللي هي حباه وخلاص، بمجرد ما عرفت ان هي تشتغل في المجال دوت خلاص هي هتاخده وتمشي تمشي بيه. تمام. فبس فده يا سمير ده كان الهدف ان احنا نختار الكورس ده. طبعا اندرو الكورس بتاعه جامد جدا، يعني هو اللي معلم الناس هو كان اصلا رئيسهم في الشغل لما كان شغال في جوجل بس. تمام. حد عنده اسئله تانية؟ هو ايه الهدف من ان انا بعلم يعني بالنسبه للماشين ليرنينج ان انا ببتدي اعلمها الحاجات اللي انا كنت، يعني احنا حضرتك في البدايه قلت ان هي في حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج وان سوبرفايزد ليرنينج. يعني الهدف ايه انا لما بعلمه ده ايه الهدف بتاعه مثلا؟ يعني هل بتبقى زي ايجنت مثلا، زي مثلا عندنا مثلا في السيكوال سيرفر ادمنستريتور مثلا،
ان في عندي في الايجنت ان هو بيعمل الحاجات اللي بيعملها الادمنستريتور، بس عشان هو مش هيفضل موجود قدام البي سي مثلا 24 ساعه مثلا. جميل. ده سؤال حلو جدا. انت لو بقول له الرولز دي وهيبدا ان هو يعمل الرولز دي في الموقف اللي انا قلت له فيها بس، يبقى ده مش ماشين ليرنينج، ده بروجرام وبتقول له انستراكشنز معينه وهو هيبدا ينفذها طول الوقت. لكن الفكره هنا ان هو لما هيشوف حاجه جديده، يعني مثلا انا علمته ان دي قط، تخيل طفل صغير كده وانت بتقول له دي قط ودي قط ودي قط، وريته مثلا ساي 50 قط تمام على مدار مثلا فتره معينه، بعد كده هيقابله قطه ثانيه خالص هيقول عليها قط صح كده، وهيقابله كلب هيقول عليه ده مش قط. جميل كده. فهو يبدا الفكره هنا ان هو بيجنراليز من الداتا اللي هو شافها، ويبدا يشوف داتا جديده هو عمره ما شافها قبل كده، ويعرف يعمل لها او يحلها او يقول عليها الحاجه الصح. جميل. لو انت بتعمل مشكله كلاسيفيكيشن، فانت هتقول ان ده في الكاتيجوري الفلانيه وده في الكاتيجوري الفلانيه، يعني زي مثلا ما بتعلم حد على البنطلون تمام. فانا ابني لما جيت اعلمه ده بنطلون وده بنطلون وده بنطلون، بعد كده بقى يشوف بنطلون جديد ويقول عليه بنطلون، بقى يشوف مثلا تيشيرت جديد ويقول عليه لا ده تيشيرت تمام. فده مشكله كلاسيفيكيشن. فالفكره هنا ان انت بتجنراليز الداتا، يعني سوري بتجنراليز التعليم بتاعك، عشان لما تشوف داتا جديده تبدا ان انت تقول عليها الحاجه الصح. لو انت هتعمل لها كلاسيفيكيشن، لو هتعمل لها كلاسترنج تعمل عليها الابروتش الصح، وهكذا بقى على حسب المشكله بتاع المشين ليرننج اللي انت بتتعلمها. تمام؟ واضحه كده يا نبيل ولا؟ تمام. يعني هو الفكره ما فيها ان انا بدي له اتريبيوت معينه للاشياء اللي هو هيتعامل معاها او للديتا اللي انا هتعامل معاها، بدي له صفات معينه، وبحس ان هو وصفات متغيره وصفات كتير، ما بخليش التفكير بتاعه او ان هو يبقى ليميت معين. بالظبط كده. الصفات او الاتريبيوتس اللي انت بتقول عليها دي عندنا اسمها فيتشرز دي. بالظبط. اللي هي ان انا هقول لابني مثلا ان دي قط، شوف ديلها عامل ازاي، شوف مثلا حجمها عامل ازاي، صوتها عامل ازاي، فدي كلها فيتشرز صح؟ في فيتشرز مهمه وفي فيتشرز مش مهمه. زي ايه؟ زي مثلا ان هي عندها، ما اقول لك ان القطه ليها اربع رجلين. جميل كده. فالاربع رجلين دي مش فيتشر مهمه قوي عشان تديتكت ان هي قطه، لان ممكن يكون الكلب برضه ليه اربع رجلين، لكن لما اقول ان صوتها بتقول كذا وان ديلها بالطريقه الفلانيه وان وشها عامل كذا تمام، وان هي مثلا ملهاش فرو، ده ليها مثلا ساي شعر وهكذا تمام. فيبدا ان هو يفرق ما بين الفيتشرز دي. الفكره بقى ان انا لما بدي له الفيتشرز دي بكميه كبيره او معقوله تمام، اللي هي تجنراليز المشكله دي، يبدا هو يتعلم اوتوماتيك من الفيتشرز دي. لما يجي له فيتشرز شكلها بس على ديتا ما شافهاش قبل كده، يبدا يقول ان دي مثلا قطه مش كلب وهكذا. تمام. بس هي دي الفكره. فيتشرز دي بقى طبعا دي مشكله كبيره جدا. في علم كامل كده اسمه فيتشر انجينيرنج، عشان نعمل سيلكشن للفيتشرز المهمه، وعلشان نعمل ريدكشن في بعض الاوقات بيبقى في فيتشرز كتيره جدا عندك، زي مثلا السيجنالز بتاع موبيل اوبريتور مثلا زي فودافون. جميل. فانت عندك سيجنالز كتير قوي قوي، مكالمات مش عارف مين، مده المكالمه، طول الارقام اللي بيتصل بيها، داخلي ولا خارجي، الشبكات. فممكن مثلا بتوصل في بعض الاحيان في التكست مثلا عندنا او في الايمجز بتوصل لالاف الفيتشرز، 1000 دايمنشن كده من الفيتشرز بارقام، زي مثلا الصوره البيكسلز بتاعتها. جميل. فانت عندك لو في 1000 في 1000 فشوف ده كام فيتشر تمام، وهكذا. ففي حاجه اسمها فيتشر ريدكشن، ازاي ان انت تقلل الفيتشرز المهمه، يعني انفض الفيتشرز اللي مش هتفيدني واخد الفيتشرز المهمه بس.
ودي لها تكنيكس زي البي سي اي، وزي ما هنشوف موجود في الكورس حته في الفيتشر ريدكشن يعني. تمام، زي ان انا في داتا سيت عندك 1000 في مليون مثلا، وازاي اخلي ال1000 اتريبيوت ده او 1000 كولوم ده اخليه 50 بس وبيعبروا عن الداتا. ما انا مش هختار اي 50 وخلاص، لا انا هختار بناء عن طريقه معينه علميه خليه ان هم بيريبريزنتوا الداتا المعينه دي. تمام، بس فده جزء تاني من علم الفيتشر انجينيرنج يعني. ده كله هناخده ان شاء الله في الكورس يعني. ان شاء الله. ايه تاني؟ مين عنده سؤال تاني؟ طيب واضح مفيش اسئله تاني صح كده؟ عنده اسئله؟ طيب معلش، هو الموقع اللي حضرتك قلت عليه بتاع الكورس اسمه ايه لو سمحت؟ يوديستي. انا بعت لكم اللينك بتاع الكورس نفسه على البيج اللي هو في على الفيس. لا انا بعت لكم هنا في الشات. تمام. وحسن بعته تاني اهو، ان شاء الله تخشوا تسجلوا عليه هو فري، وهتبدا تشوف الفيديوز. الفيديوز هنشوف ان شاء الله اول ثلاثه ليسونز. تمام، اللي هو ويلكم. ويلكم ده حاجه صغيره جدا بيعرفك يعني ايه ماشين ليرنينج، وهيتكلم عن ايه الفكره وراها يعني. بعد كده الليسون واحد واثنين هيبدا في اثنين تكنيكس من الماشين ليرنينج يعني كده. ان شاء الله ده هتشوفوه. مين موبايل لو في حد عنده مشكله ممكن يكسسني من على سلاك. اتمنى ان كله ما عندوش مشكله مع سلاك. تمام، هيبدا يبعت لي على البرايفت، او هنعمل زي تشانل كده للكورس ده نبدا نتكلم عليه. ولو في حد عنده سؤال يا ريت ان هو يكون بابليك احسن، علشان خاطر الناس الثانيه تستفيد بيه. تمام، لان الاسئله غالبا هتبقى هي معظمها قريبه من بعضها، فممكن نجاوب على سؤال يفيد الناس الباقيه. بعد كده ان شاء الله الاسبوع الجاي المفروض هنتقابل نبدا نشرح بقى. كل واحد هيكون محدد الجزء اللي هو واقف معاه، او الاسئله اللي واقف معاه في الفيديوز المعينه، ويا ريت بيبعتها مثلا لحسن او ليا، او ممكن نعمل دوكيمنت على حسب ما هنتفق يعني، بحيث ان احنا نجمعها مع بعضها ونحطها في ترتيب ريزونبل يعني، ان احنا نشرح دي الاول ونشرح دي بعدها وهكذا. تمام، ونبدا نفهمها للناس الجزء ده كان قصده بيه الحته الفلانيه. نبدا مثلا لو عايزين ندي مثال عليها ندي مثال عليها بديتا ست وهكذا. تمام، بس. وبعد كده هيبقى في الثلاثه ليسونز اللي بعدهم وهكذا كل اسبوع. في النص هنحط في السكيدول ان شاء الله جزء ان احنا نطبق المشاريع عليه، لان الناس هتشتغل. انا اعتقد ان العدد لو استمر كده هنخلي المشاريع مثلا فرديه او كل اثنين مع بعض مثلا، عشان نخلي الناس تشتغل مع بعضها يعني. وهيبقى في منتور شيب على الكود والريبو، وانا هبقى شايف الدنيا دي ماشيه ازاي وهكذا. ولو في مثلا بيست براكتسز معينه في الحته الفلانيه هقول لك لا ده انت تستخدم اللايبراري الفلانيه او تستخدم التكنيك الفلاني احسن وهكذا. جميل، بحيث ان احنا الموضوع يبقى عملي اكتر من هو نظري. انت ممكن في البيت لوحدك تاخد الكورسز دي، وانا مهما كنت مش هعرف اشرح احسن من الناس دي. الناس دي في ناس منها هي اللي بتبقى عامله التكنيك ده يعني. مثلا واحد زي مثلا اندرو جي مخترع حاجات في العلم يعني، عامل حاجات مين ستريم اللايبرري زي سكيلر اللي بيطبقوا من البيبرز بتاعته. واحد مثلا زي جيف هينتون مثلا، ده اللي عامل كل حاجه تقريبا في النيورال نتورك في الثمانينات. هو اللي عمل حاجات في الباك بروبوجيشن مثلا، وخلى الموضوع يشتغل تاني بعد ما كان مات في السبعينات. في 2006 هو اللي عمل تريننج على ديب
سكيل وبدأ ان هو يرجع الموضوع تاني، ووصلت دلوقتي ان الديب ليرنينج بيبوم في الدنيا كلها. تمام، فناس فعلا مخترع العلم لدرجه ان في ناس هو مدي تكنيك معين كده. تمام، الو سامعني؟ صوت كويس ولا هو اخير؟ تمام يا اسلام، سلام. ففي مثلا عايز اقول لكم جيف هانتون مثلا في كورس معين في كورسيرا كان عمل تكنيك كده في الاوبتمايزيشن بتاع النيورال نتورك. تمام، اسمه ار ام اس جروب، فحطه في سلايد، ما عملش اي حاجه ثانيه، وقال لو عملت المعادله الفلانيه بالطريقه الفلانيه هتجيب لك نتائج احسن بس، ولا عمل بيها بيبر بعد كده ولا اي حاجه. تمام، الناس في الريسيرش بعد كده في بيبرز في حاجه اسمها سايتيشن في الريسيرش، ان انا اي حاجه انا ما بقولهاش من دماغي، انا بقولها من بناء على ريسيرش حد تاني. فالناس بتسايت السلايد رقم 6 في الكورس الفلاني بتاع جيف هنتون. تمام، فالبوينت ايه؟ البوينت ان الناس دي ناس جامده جدا، يعني هي اللي بتحط المينستريم ريسيرش بتاع النقطه اللي احنا بندرسها دي. فانا عمري ما هشرح زيهم او احسن منهم، فانت ممكن مع نفسك تاخد الكورسز دي، لكن الفكره هنا ان احنا عايزين نطبق بقى، عايزين الحاجه اللي وقفت معايا ما تقفش معايا. انا لما جيت كنت في مكانك كده من مثلا كذا سنه، ووقف معايا حاجات معينه لان ما كنتش عارف حد يقول لي الطريق ده ازاي، او حد جربها قبلي وغلط نفس الغلطه دي ويقول لي لا خلي بالك في الحته الفلانيه. لا، احنا عايزين نركز على دي اكتر. الريسورسز موجوده على النت، كورسيرا ويوديستي ويوتيوب والمواقع بتاع ستانفورد وهكذا، لكن اللي انت هتاخده او الفاليو الحقيقيه ايه؟ اللي هيشتغل معاك ايه؟ اللي مش هيشتغل معاك ايه؟ اللي تعمله عشان دي تشتغل ايه؟ المشاكل، يعني مثلا اول ماشين ليرنينج ابلكيشن غالبا هتعمله هيعمل حاجه اسمها اوفر فيتنج، ان هو يعرف الداتا اللي هو شافها بس، مش هيعرف يجنراليز على الحاجات التانية. تمام، فدي مثلا لا، لو انت في حد معاك يساعدك ويقول لك لا ده خلي بالك الفيتشر الفلانيه ما تحطهاش عشان هتاوفر فيت معاك، فدي اللي هتسرع العمليه بتاعتك. جميل، احنا ان شاء الله هنركز على الجزء العملي اكتر اللي هحتاجه من حضراتكم ان شاء الله، ان انتوا تدخلوا على كورس بتاع يوديستي تسجلوا، واللي ما دخلش على سلاك يدخل عليه، هو الانفيتيشنز المفروض تبعت لكم كلكم. تمام، وهنعمل لكم احنا بقى من طرفنا هنعمل الفورم، حسن هيعمل فورم بتاع المواعيد. جميل، تمام، هنحاول نخليه في نص الاسبوع بعد مثلا فتره الشغل، عشان نخلي الجزء بتاع الاجازه في حد بيطبق بايده، لو في حد شغال او في دراسه او كده. فاحنا ممكن نعمله بالليل متاخر لو الناس معظمها ستيودنتس مثلا، ممكن نعمله بالليل متاخر مثلا يوم معين في نص الاسبوع. في ايه تاني؟ في جيت ريبو ان شاء الله هبعت لكم على سلاك اللينك اللي انتم بتتعلموا منه، وزائد الكورس اللي بعت هنا في الشات بتاع كورسيرا او بتاع يوديستي، سوري. لو في حد عنده مشكله في جيت واللوجيستكس، ان هو مثلا مشكله في جيت، مشكله في يوديستي، مشكله في سلاك، المشاكل دي كلها هظبطها معاكم اوف لاين ان شاء الله. كلمني على البرايفت وانا ان شاء الله هظبطها معاك. تمام، بحيث ان احنا نبقى جاهزين المره الجايه يبقى كل حاجه تمام ان شاء الله، مفيش مشكله مع اي حد ان هو يبوش كود لو هيكتبه يعني. تمام، حسن جميل كده، خلاص تمام كده. الرجالة في الدنيا واضحة تمام؟ عندكم أي سؤال أو حاجة؟ نبيل، أستاذ نبيل تمام؟ نبيل،
ماشي، شكرا جزيلا لوقتك، وان شاء الله اشوفكم قريب على خير باذن الله، وان شاء الله يبقى مجهود ان شاء الله نطلع بيه حاجه يعني. الله يخليك، شكرا يا استاذ، شكرا جدا، شكرا، مع السلامه. تمام خلاص، متشكرين ليكم، نورتونا النهارده. هبعت لحضراتكم الفورم دلوقتي وهيكون وصل لكم، تحطوا فيه الاوقات اللي تناسبكم. نشوفكم على خير، السلام عليكم.